نسيم. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى. نسيم مع الأستاذ لهفيلي منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين إلى نسيم. نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيبة محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، فبذكره يحلو الوجود فنرتقي. يا حظ من باسم الحبيب تزود. جميل هذا الشعر، وجميل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو نور. هو نور، وهو من نور على نور، وهو القادم إلينا دوما بالنور، وهو الشمس والبدر. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ومن دون البدر تكون النفوس ليالي ظلماء. يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. انزعج أعيان وكبراء قريش من الدعوة الجديدة، وجاءوا عم الرسول يشكون ابن أخيه، وكانت لأبي طالب مكانة في قومه، وكان له سلطان معنوي، وكان رأي وجهاء قريش أن يستعمل هذا السلطان ويثني ابن أخيه، فكان من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، وكان منه هذا القول الحاسم. ولسائل أن يسأل ما حاجة محمد ابن عبد الله إلى دعوة تؤلب عليه القريب والبعيد وتكلفه العداوة بعد العداوة، وصولا إلى التضييق والحصار والقتال وتشريد خيرة شباب قريش وتضييع الأرزاق؟ ما قيمة هذا الأمر الذي يفديه محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا يقبل شمسا ولا قمرا عوضا عنه؟ ما قيمة هذا الموقف بالمحسوسات والماديات والمصالح؟ لا قيمة لهذا الأمر إذا نظرنا إليه بهذه المقاييس مفردة أو مجتمعة، بل إن الرسول لو قبل وأذعن وترك هذا الأمر لحصل كل ما يصب إليه من جاه وسلطان ومال وأكثر من ذلك بكثير، لكان سيد العرب قاطبة. المقاييس أخرى والحسابات أخرى، وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر فيه بعين عادية، فهذه العين قاصرة على الفهم وعلى الإدراك. محمد سيد الكونين، فما حاجته أن يكون سيد العرب وهو رسول إلى العالمين؟ فماذا تكون قريش بعينه غير ذبابة؟ كل مقاربة للسيرة النبوية الشريفة، كل مقاربة لا تنطلق من أصالة الوحي ومن حقيقة أن جبريل عليه السلام تنزل بالقرآن الكريم من عند الله، كل مقاربة لسيرة الإسلام ولسيرة رسول الإسلام لا تنطلق من فعل الغيب وأصالة الوحي، تخطئ البحث وتخطئ التفسير وتخطئ التأويل. الذين يقولون لك مثلا أن محمد صلى الله عليه وسلم تأثر بما قرأ من كتب قديمة وأنه صاحب اطلاع على الديانات السابقة، ويعتمدون التحليل بشتى العلوم، علم الاجتماع والنفس والسياسة والتاريخ، هؤلاء لا يقدمون شيئا، هم في أقصى الحالات يقدمون بعض الإضاءة التفصيلية والفرعية ليس أكثر. المفتاح لفهم الظاهرة المحمدية وما كان منها هو تسليم بالغيب وبالوحي، وهذا التسليم ليس متاحا للجميع، لذلك هنالك من يؤمن وهنالك من لا يؤمن، هناك من يقتحم هذه العقبة العقلية والمعرفية، وهناك من لا يقتحمها ويقف عندها، وهذا حر والآخر حر. بقي أنه على الذين يسلمون بالغيب والوحي ويقتحمون العقبة، عليهم أن يدركوا أن مسؤوليتهم لا تقف عند هذا الحد، بل إنها تتجاوز هذا الحد بكثير. أنت تصبح رسولا عندما تؤمن بالرسول، وتصبح معزا لرسالته عندما تتبناها،
أنت لا تضيعها لمال أو لجاه أو لسلطان، ولا تبيعها بشمس ولا بقمر. قد لا تكون قادرا على تحمل أعباء هذه الرسالة، ولا يكلفك الله تعالى أكثر مما تستطيع، ولكنك في نفسك ولذاتك وفي قلبك أنت مطالب بحفظ الرسالة، بحفظ الوصية التي أتى بها رسول تؤمن به وتقول أنك تؤمن به. رسول قال لعمه ذات يوم وقد حمي الوطيس: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وإلى نسيم قادم قريب، دمتم في رعاية الله وحفظه. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى. نسيم مع الأستاذ لهفيلي منصر. نوز اف ام.